سليمان برشلونة مش محافظة أردنية، احنا بنحضرهم وبنشجعهم فريق كرة قدم. نكمل. كيف كيف برشلونة محافظة أردنية تقع في جنوب الأردن ويحدها من الشمال؟ لا 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 لا، قصده مدريد. مدريد اللي محافظة أردنية تقع في شمال الأردن ويحدها من الجنوب. يا شباب، مدريد وبرشلونة فرق كرة قدم، كرة زفر. ما نكمل سكتش. كيف انا حاط علم لبرشلونة هالقد بغرفتي وانا حاط علم لمدريد هالقد اكبر من هالقد تبعت بغرفتي؟ نعم. انت مدريدي؟ انت اللي واحد برشلوني. انت مدريدي؟ يلا روح تعالج يا عمي. في الشكل لا تلبسوا عقدان. ما انت بصلت بجامة. بما انه احنا مملكه واسبانيا مملكه، فليش ما نقدم للاسبان يعني اقتراح انه يعملوا مباريات برشلونه ومدريد سبت 2-4-5؟ نحضر يوم نشجع يوم نفوت حدا نتمشكل فيه نضربه بضربنا بنضل على حرب وعلى مشاكل لعبين ما بعد سنه سنتين ثلاث نفس لعيبه برشلونه ومدريد بيزهقوا. فبصير في عندك ريال برشلونه المدريدي الكتالوني، بتلاقي ميسي مثلا قاعد هيك بتشمس بجاع باله يلعب اليوم، كريستيانو بعد ابن خالته يلعب محله، ما هي خلاص زهق وزهق. وبعدين بنحل المشكله الاسبانيه بالمدريد البرشلوني، هم بتوحدوا واحنا بنتوحد. يا شباب حكوا بعض. انا مش فاهم كيف بفهموا مع بعض وما بيحكوش عربي. ما بفهموش على بعض. ما هو انا مشكلة هالقد كبيرة. مشكلتي بلشت مع شاب صاحبي من واحنا صغار، دخلنا المدرسة، أنا كنت أحسن منه، كنت أشطر منه في الأكل، في الركض، في السباحة، في الرسم. كبرنا وفتنا الجامعة، فتنا الجامعة مع بعض، أنا أخذت جامعتي بثلاث سنين ونص لأني شاطر، وهو أخذها بسبع سنين. أنا ركضت على ديوان الخدمة المدنية ورقمي لليوم بالترتيب التنافسي 3500، هو بعد سبع سنين أخذ فيتامين واو وما شاء الله وضعه هالقد، لأنه أنا هالقد. هو هالقد مشكلته هالقد وكل شيء في حياته هالقد. أنا اللي مشكلتي على قدي هالقد. أنا خلصت توجيهي، جبت معدل عالي عالي، لا معدل، معدل عالي فوق ما شاء الله فوق. بس كان في مشكلة صغيرة لما جيت أدخل الجامعة، إنه أسعار الجامعة غالية نار، غالية فوق 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 أكثر من فوق اللي جبت التوجيه. فقلت ولا تشتغل وبعدين بكمل دراستك. فعلا اشتغلت صبي نجار وعطوني خشبة طويلة، ضليت أنحت فيها أنحت فيها لحد ما صارت طولك. بعدين يا ولد يعني صار دخلك منيح، فخلص موضوع الجامعة بتحله بعدين. قررت أبني أسرة سعيدة. حلو. لقيت بنت الحلال. حلو. خلاف. بس كان في مشكلة صغيرة، إنه أنا كاثوليكي سني في الجنوب وهي سنية كاثوليكي في الشمال، فكان لازم نلاقي حل. وأنا فعلا رحت ألاقي حل، فبحشت بقصي، بحشت تحت تحت تحت، والله في شارع شباب تحت 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 يعني. ولقيت إنه أنا صحيح إني كاثوليكي سني من الجنوب، بس لي وصول بالغرب، ورحت عشان أقولها لقيت هيك محشد محشد تحت تحت تحت. أتحت منك؟ أتحت من التحت اللي انا بحشته. لا انا وصول بالشرق، فاروح للشرق اقول لك مش بلاعب غرب شمال جنوب شرق غرب، انا اساسا ما بعرف شو الفرق بينهم. هلا انا مواطن درجه اولى وما عندي مشاكل، وانا مستغرب انه في هيك مشاكل يعني. فمش عارف يعني، انا سيارتي عندي، بيتي عندي، راتبي 1800 بالشهر. تنقش على حالك بكره خط الفقر بالحكم. فالمهم فانا حابب اساعدكم، فبدي اعطي حبه متخيله لإلك وحبه متخيله لإله. هاي الحبه بتطلعها بتنام 20 سنه، 20 سنه ما بيتغير شكلك، 20 سنه ما بيصير على وجهك ولا شيء، بتضل شاب زي ما انت. 20 سنه بتنام بتصحى بتلاقي البلد صارت جنه. 20 سنه. يلا يا شباب للثلاثه ابلعوا. واحد اثنين ثلاثه. وبعد 16 سنة و6 شهور. ليش مش 20 سنة؟ لأنه خصمنا منك 16% ضريبة مضيعة. أي مكان غير الضريبة؟ في ضريبة. اللي هي 20% من كل 20%. يعني راتبك بتاع
بتاخده بترجع بتدفعه. يعني نام احسن. شكله احسن. الرابع الحلول. ابو الحلول. يا اخي شو اخبار الفساد في البلد؟ الفساد حلطناه وحطيناه بالمتحف وبنزوره كل 2 و4. الواسطه بالحلول. الواسطه؟ ايش هي بالانجليزي؟ واسطه. واسطه؟ ما مرقتش علي. يا اخي شو اخبار الاطباء؟ الاطباء صار عندهم تامين صحي درجه اولى. والمعلمين؟ المعلمين صار عندهم وزاره المعلمين مش بس الطب. الكهرباء كانت غاليه. لا هلا بلاش. والفوسفات؟ الاشعة. طيب البنزين؟ البنزين زي المي. والمي؟ زي البنزين والدم مقطوعين. مفيش فيه بس احنا هلا بنعتمد على الطاقة الشمسية الكهرومغناطيسية متعددة الزوايا الأربعة وهذا اختراع حكومي لم يجرب بعد. والله يا أخي منتخبنا الوطني فاز بكأس العالم 3 مرات ونص. نص البطولة وقفوها وقال خلاص خذوا الكأس. السينما الأردنية؟ السينما الأردنية أخذت الأوسكار 3 مرات على نفس الفيلم. اللي هو ايش؟ يسعد صباح. التعليم مجاني. انت ماشي تمام؟ تمام. الشباب اللي على الدوار اخذوا كل اللي بدهم اياه ما شاء الله عليهم. مش عارف واحد منهم هلا هو رئيس الجامعه الاردنيه. والله شو اسمه الصغير اللي لقطنا كان واقف وينه ابو الشعر؟ هيو هذا صار كابتن المنتخب الوطني. يعني البلد زي الجنة. لا البلد جنة. يعني ما فيش مشاكل؟ فيش مشاكل. طيب يا ابو الحلول يا اخي شو اخبار اسبانيا؟ اسبانيا ابحث. شباب اسبانيا. شو مال اسبانيا؟ اسبانيا شباب. اسبانيا اسبانيا طلعت منهم وحدات وفيصلي. شباب احنا لازم نروح نشارك الاخوان الاسبانيين بتجربتنا الاصلاحيه. ضروري لازم نعلمهم. الاصلاح يبدا من الاردن الى العالم. نعم ايوه. بدك فرايح؟ انا من رغدان على مدريد. وانت؟ الدور الرابع على مدريد. ما فتح. هذا الشاب صاحبك اللي اخذ الجامعه بالفيتامين والا. هلا انت اختك صار عمرها 28 سنه بنظر المجتمع عانس. ضحكت مع صاحبك وقالت له تعال اتزوجها واستر عليها وهي هلا مرته الرابعه. واجا ولد سماه سليمان على اسمك. فاحكي معه وحل مشكلتك معه. اللهم لا شباب. وفي حب حياتي احترم حالك. لانه انا وحب حياتك نستثنى عائلتي. زين على الرابع حبيبتك في خيالك. احنا على الدوار سمعنا حبيبتكنا. اوكي هاي لخدمة سليمان. كله تمام. احنا كنا عم نمزح معكم من الناس 20 سنة كان معكم مسرح الشارع واعطيناكم نظرية. ليش اخذت؟ انا بس ارجع عليك صديقي. ما نعرف كمان شيء ولا زكتي. لا بدي اسمع بصوت عالي يا جماعه. عارفين المعرفه شوية ديمقراطيه على الدوار الرابع. كمل. هلا بس عشان كل حدا كمل. حاضر يابا. مفصول. مفصول. هذا العرض اسمه شياطين الانس. حابين نعرض لكم اياه هلا. هاد 5 دقائق اذا حابين نكمل بعدين يحكونا. احنا عندنا 60 سكتش للصبح لصلاة الفجر. انا زكت حالي. ليش؟
معيش مصاري، بدي مصاري، طفران وتعبان وقرفان ومش لاقي شغل، وبهاي البلد معك قرش بتسوى قرش، معك 100,000 قرش بتسوى 100,000 قرش، وبدي مصاري، بدي مصاري بأي طريقة لأنه بدي أعيش. يعني يعني حرام اللي عم بيصير فيه هذا، ما بصيرش بس ناس كثير أغنياء وكل الشعب فقير، بدي مصاري، بدي مصاري هلا. سرور شو رأيك تاخذ عطاء لجسر وما تبنيهوش يا سرور؟ هاي حلوة بقدم. لا مش حلوة لأنه نص جسور البلد مش مبنية. بدي إشي ما عملتوش الحكومة، إشي أسبقهم، إشي جديد هيك خطير خطير. إيش في إيش أقدر أعمل؟ سرور شو رأيك تاخذ نفايات سامي وتدفنها تحت الأرض وتاخذ عليها سعر غالي يا سرور؟ حلو حلو، باخذ النفايات السامه وبوديها على المفرق، معي صارت بالمفرق هلا، وفي عندنا بساتين بساتين ثمار نوويه، بتلاقي الموز فسفوري، البندوره فسفوري، كل شيء بالمفرق فسفوري، عملتها الحكومه. بدي شيء ما انعملش يا جماعه، فكره جديده. سرور سرور شو رايك تخترع جهاز مغناطيسي يسحب المصاري من عيوب الناس؟ حلو، بس ما هي الناس مش بجيبها مصاري، ما الحكومه سحبتها. بدي فكرة ما عملتش شيء خطير يا جماعة. إسرور شو رأيك تجيب بشر وتبيع أعضاءهم وتاخد عليها مصاري كثير؟ حلو، وبجيب بني آدم بفرطه بطلع. لا ما هم البلطجين ما خلوش ولا واحد شغال كامل. أكثر بني آدم متدعس عليه في الأردن. بدي فكرة ما عملتش، فكرة جديدة، فكرة خطيرة. سرور سرور شو رأيك تجيب أدوية منتهية مدتها وتبيعها لوزارة الصحة؟ هلا في كل العالم الشياطين، وحيهم والله حيهم، فش غيركم يوسوسوا لي؟ أظل عندي فش غيركم والله حيهم. يعني اجيتوا والله جابكم، بدي أفهم، أنت ليش كل ما تهدى مشاكل البلد تقلب لي إياها فيصل وحدات؟ هلا عندنا حالكم كبيرة فيصل وحدات وشاف هذي. احنا؟ أنت ولا؟ هذاك الفاسد ما غيره بعد ما كشفناه، ليش هربته برا البلد؟ انا هربته برا البلد، انا كنت طالع هوليداي فيكيشن وانا بالطياره كنت قاعد جنبي. وبعد ما مسكناه ورجعناه على البلد وحطيناه بسجن، ليش خليت السجن احلى من دارنا؟ هو جويده مش فيها مكان. طب قصه الكازينو يا حبيبي، والله ما احنا ناقصنا، والله ما احنا ناقصنا. انا رحت اوسوس لهم على موضوع الكازينو، لما فتت لقيتهم قاعد بوخي الحوت. انتوا اثنين، انتوا اثنين على عالم الانس، شو جايين تعملوا؟ احنا انتوا جايين نتعلم منكم. قبل ما اعلمكم الشيطنه لازم اعطيكم شويه مبادئ تفكروا فيها. يعني اول شيء ما تخليش البس الاسود الناطق الرسمي تبعكم، لانه هذا الشيء بياثر على الصوره النمائيه. لا 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 اطلاقا، البس الاسود زيه زي البس البني والبس البيضه، مخلوق عادي مش تبعنا. تمام، بعدين يعني مش اي شيء بوقع على الارض تلحسه، يعني احترم حالك. شيطان. احنا اصلا ما بناكل اكلكم. طيب ماشي، مش اي واحد بيسميش او بياكل بايده اليمين تروح شافط له نص الصحن يا زلمة؟ وحد الله، احنا بنعمل هيك؟ طيب ماشي، يعني اختاروا الاشياء اللي بتوسوسوا فيها، يعني مش اي شاب وصبيه بيصير بينهم اشي توسوسوا لهم وتودوهم على شقه مفروشه. يا حبيبي عدد الشقق المفروشه بعمان اكثر من عددنا، صرنا نداوم اوفر تايم. طيب انتوا شو بدكم اعلمكم؟ سرور علمنا الفساد. استغلينا هاي الجمعة بوجودهم كلياتهم. يا اخوان عن جد شاكرين لكم باسمنا وباسم الايتام اللي بالاردن، شاكرين دعمكم ووقفتنا، وانا عن جد هذا شيء فخر لنا. على راسي، واحنا حبينا بجمعتكم.